رجعنا من جديد في سبوت ميكس الجزء الاخير من الحصه نتاعنا اليوم مع ضيوفنا كمال بن خليل رفقي بوستة العرق الزيادي وايضا مروان تيل باش نحاولوا لباريس وين موجود زميلنا وصديقنا عبد السلام ضيف الله اللي كان حاضر البارح في حفل تسليم الكره الذهبيه. الحفل هذا اللي اثار برشا جدل في الصحافه العالميه بعد المفاجاه الكبيره اللي كانت بحصول الاسباني رودري على البالون دور في بلاصه خاصه فينيسيوس جونيور. عبد اهلا بك. صباح النور إسلام، صباح الخير لرفقي كمال طارق ومروان، وتحية لكل المستمعين. خويا توحشنا السويت، مديدة عنا عليه، خليت بلاست. أي المدة ربي فضلك، وحب نقول لك مبروك وإن شاء الله بمزيد النجاح والتوفيق الانطلاق الجديدة والمشروع الجديد. إسلام شكرا لك. والله باش نقول لك الصوت هذا عنا برجع عليه صوت اونيك اونيك ومعروف كلمة. شكرا يا مال عبد السلام رفقي، معاك معروف كرة القدم الحقيقية ولا بحبان ولا في وسطها كل هي توسط مشيت لكرة القدم الحقيقية. ربي يفضلك يا رفقي، هي كرة قدم حقيقية، هي درجات يعني. تعال تلقى كرة من رجلة بالقدام، تعال تلقى كرة مفشوشة، تعال تلقى كرة ما تلقاش حتى وين تلعب بها، تعال تلقى كرة هارب بها يا نلعب يا نحرم يعني. باهي عبد السلام، برشا ردود افعال خلفهم الحفل البارح نتاع البالون دور، يمكن حتى اكثر مره فكرنا شويه بالكلام اللي تقال وقتها على ميسي وانيستا في وقت من الاوقات، نجم نشبههم بعضهم ولا لا؟ ولو نعرفك من احباء ميسي انت برشا. لا من احباء ميسي، ولا يمكن ان يكون هناك في العالم محب لكره القدم ان لا يحب ميسي بعيد عن التعصب. هو نحب نقول حاجه، انا من سنوات يعني تقريبا 14 سنه ما نفوت يعني في البالون دور عضو في لجنه التحكيم، لاول مره يثار هذا الجدل، لانه ما حصل مع ريال مدريد الفريق باسم وحجم وعرق ونجاحات ريال مدريد يقاطع الحفل هذايا على شكل على نحو غير مسبوق يعني، خطير وغريب. خطير من حيث أنه يهدد مصداقية الكورة ويهدد مصداقية العلاقات والمسابقات ككل، لأنه أمجاد ريال مدريد هي أمجاد أوروبية، ونجاحات سواء على المستوى الفردي يعني نجوم ريال مدريد اللي فازوا الكرة الذهبية وأبرزهم كريستيانو رونالدو، أو ريال مدريد كأفضل وأكبر فريق متوج ب برابطة الأبطال الأوروبية. هذا من ناحية، من ناحية أخرى أنه يا نربح يا نهز الكرة الذهبية يا لا منجيش، هذا أنا في اعتقادي ما يمشيش مع المنطق. وطبعا معك كان تحب اسألني حتى كيف على الفوت وكيفش يصير وهل هناك تأثير أو ما ميساج. أعطينا التفاصيل عبدو، أعطينا ميساج. أولا عملية الفوت، وأنا هاني على الهواء معكم من اللي بديت معهم توصفين أنا تقريبا 14 سنة، ولا نهار يكلمك واحد يقول لك ولا يعطيك معطيات ولا يحاول يضغط عليك ولا يأثر وإلا يغيروا لك الفوت نتاعك. هذه شهادة معنى النجم، أنا معنى قيس خذني أنا مقياس جزء من عملية التصويت يعني. أنا ما صارش علي ولا مرة، معنى ما صارش علي حتى مرة غير لك ولا طلب منك ولا لمح لك ولا اتصل بيك ولا عيط لك ولا إجا هكا ولا نعمل يعني. شنو اللي حبيت هو الفوت عبده كان صحفيين صوتوا اي في هذه التصويت الصحفيين صحفيين كاو اي ما فماش تاثير. انا اللي قلق في الحكايه اسلام انه الناس تقول لا وعمليه ومدلسه، ما فما حتى تدليس. انا كجزء على الاقل انا الصوت نتاعي لم يقع تدليس. ليش كون صوتت انت عبده؟ انا صوت الرودري واضحة. وفهم عليش راو تتصوت الرودري راو في المقاييس، مش على خاطر الريفايتي بين فريق برشلونة وريال مدريد. لا لا سبق وصوت لكريستيانو رونالدو، وموجود كارفاخال وموجود جود بيلينغام وموجود فينيسيوس في التصويت. كنت النجم نحطهمش جملة ونبعدهم الكلاسما، معنا كنت النجم نحط مثلا أنا رودري ونحط مثلا بالمو وما نعرفش أولمو وزيدي وما نعرفش. علاش اخترت رودري انت؟ ومرمنتاش ها؟ صح عبد السلام يا سلوم عليك غالي. علاش اخترت رودري عبد السلام؟ يا سلوم مرمنتاش ناقص وكملت وانت طبعا. لا يا زلمة
كل صورة راهو في إطار الهز شفت الكرة أقعد تبع الجمعة ذي تتشوف الهز بس في العناوين تتفرج العرض من بعد يا سلوم رودري بيدو مش يحتاج عليك كل الصورة وكان معناها كان انسان يقول لك نسمع برشا تعليق راه اسمع انا بيدي راهو يبدا يوصل فيا السب والكلام والتعليق وبربي دعوه بالله هنا بالمناسبه راك يختلف معك الانسان في الراي ولا في التصويت راه مش نهايه العالم شو اللي سبان الام المتوفيه ويبدا التشتيل يعني شويه من المعقوليه شويه معناها يتهدوا شويه الناس معناها يا اخي راهي كره قدم راهي مسابقه عاديه ربح اليوم فينيسيوس يربح العام الجاي يعني حبيت نسالك سؤالك سلام مثلا ليش انا صوت رودري سهله برشا الحكايه معناها رودري بالنسبه لي انا في 29 سنه مع ما قدمه مع مانشستر سيتي ومع المنتخب الاسباني يكفي له باش يكون هو الافضل في في العالم في 2024 علاش شنو المقاييس وبعد نرجع لك الفينيسيوس علاش اولا رودري متوسط ميدان دفاعي يقوم بكل الادوار الدفاعيه الممكنه ومن افضل لاعبي الارتكاز في العالم واكثر من هذا عنده قدره على المعادله الهجوميه مش في المعادله والتفوق العددي وانما ايضا في التمريرات الحاسمه وتسجيل الاهداف وبالتالي معناها كل الخصال وبحث فنيين ينجموا يزيدوا يتوسعوا اكثر في المعطيات هذه وبالتالي فهو لاعب مثالي ومتكامل في مثل خطته معناها مع البنيه الجسديه مع اللي تحب مع شخصيته راه فما ديكريتير انه حتى الشخصيه نتاع اللاعب الفير بلاي نتاع اللاعب هنا ايضا العنصر نتاع النجاحات الفرديه اللي هو هز البطوله في انجلترا وهز البطولة أمم أوروبا مع منتخب الإسباني فينيسيوس جونيور لاعب ممتاز ودرجة أولى في العالم لا شك ولا اختلاف عليه سريع أفضل لاعب رواق يعني في تو الآن في أفضل ما فماش ما أقوى منه في البوست متاعه ولكن مشكلة فينيسيوس جونيور أنه ما هزش الكوبا أمريكا مثلا لو هز فينيسيوس جونيور كوبا أمريكا سيكون حتما هو أفضل إيه هنا عبد نقول لك رجلي مهز الجدة دوري أبطال لا 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 ما هو فما مقاييس طوى مشينا من الأندية للمنتخبات أنا هوني تدخل هي عوامل لو مش ناس كل شكون فرد رأي أنا حبيت نفسر للناس اللي تسمع فينا بعض أي كل حد رأيه بتبيع أي كل حد كيف يشوف يا إسلام للراه أنا به تراه أنت لا متوفر أي صحيح أنت تتنجم تراه طيارة على الأخر هاو نقول لك أنا الأولاد بحضرك نعملوا فوت أي يعطيني إسلام كل حد يعطيك اسم أي صحيح أي دونك معناها راهو مثلا ما فهمتش أنا علاش الدنيا خاضت بالطريقة هذية على الحكاية أنا راهو بشوية عقل لأنه فما منطق وفما انتباع انا يعجبني رفقي وما يعجبنيش زي زياده امور نسبيه هي صحيح هكا معناها راي مثلا معناها فيها معطيات موضوعيه اللي كنت نحكي فيها وهذو مالي كريتير اللي موجودين يعني باش تصوت ولكن فيها زاد المعطى الشخصي انا يعجبني زي زياده شو نعمل اي خويا ولا انت يعجبك اكس انا ما لازم نبدل